مرحبا بالجميع، بتمنى تكونوا بخير. في أحد الزملاء الله يعطيه الصحة نبهني على موضوع مهم جدا وتأكدت منه. في الحقيقة في ناس بتستخدم التليجرام كأنه مكان لتخزين البيانات الشخصية والخاصة جدا الخاصة فيهم، وهذا طبعا خطأ. فبيروحوا يعملوا قناة أو مجموعة وبيبدأ يرسل معه أي حاجات خاصة أو أي حاجات يحب يرجع لها في وقت آخر، فيرسلها على هذه المجموعة ويكون ضايف مثلا حسابه التليجرام الآخر عشان ممكن يرجع لهذه الحاجات في أي وقت. الحاجات هذه لقينا فيها مثلا صور خاصة، محادثات، تسجيل فيديوهات، مكالمات، وفي ناس كمان حاطين بيانات متعلقة بحساباتهم مثلا كلمات سر والإيميلات وحسابات. يعني اللي حاصل باختصار قاعد يستوي كارثة. فيا جماعة لو سمحتوا ما حد يستخدم هذه الطريقة أبدا، يعني اللي تخزين المعلومات. التليجرام ما هوش مكان آمن إنك تخزين فيه المعلومات، وحتى لو سويت مجموعة المفترض إنك تأكد من المجموعة هذه ما تكونش مجموعة عامة وإنه أي حد يقدر يوصل لها. فرجاء ما تحفظوش أي بيانات في التليجرام. إذا عندك كلمات سر يا أخي تعلم كيف تستخدم مدير كلمات السر زي برنامج مثلا بيت ووردن. إذا عندك ملفات وحافظ تحفظها في الاي كلاود عادي، ممكن تشترك في أي خدمة من خدمات الكلاود أو حتى بالجوجل درايف النسخة المجانية. أهم شيء إنك تأمن حسابك ويكون حسابك آمن وفعل له المصادقة الثنائية وما حد عشان تأكد إنه ما حدش يقدر يوصل له. إذا عندك أبل وتستخدم الاي كلاود عادي احفظها في الاي كلاود، بس الأهم من هذا كله إنك تأمن حساباتك. بس ما تحطهاش في مجموعة في التليجرام، يعني ممكن أي حد يقدر يوصل لها أو يطلع عليها مجرد بس ما شجع أحكي تفاصيل عشان الناس ما تدخل في هذا الموضوع. وبس شكرا جزيلا.